ميرسي قوي على الترحيب الجميل ده. دي اقل حاجه نقدر نقدمها لك على المجهود العظيم اللي انت عملتيه الفتره اللي فاتت دي. لاول مره في تاريخ المجموعه الارباح تتضاعف بالشكل ده في شركه من شركات. ميرسي قوي يا مراد بيه. انا ما عملتش كل ده لوحدي، ده بفضل الموظفين والتيم اللي معايا. انا عايزه ابشركم بحاجه حلوه، امبارح مضيت ديل مع شركه فيوتشر كوزماتكس في لندن، هنبقى الوكيل الوحيد ليها في مصر والشرق الاوسط، وانا متوقعه ان الديل ده هيزيد من حجم ارباح الشركه ونبقى نمبر 1 في السوق. ده خبر هايل، بس في خبر اهم، انت من النهارده هتبقي المدير التنفيذي للمجموعه. انا مش عارفه اقول لك يا مراد بيه، ميرسي بجد، دي ثقه كبيره واتمنى اكون عند حسن ظنكم. انت تستاهلي يا كارما، وانا متاكد انك هتبقي قد الثقه دي. احيي كارما تاني. طيب نبدا الاجتماع. دي دراسة أولية لمشروع لندن، تفضل طلع عليه حضرتك. شكرا. في كوبيز قدام حضراتكم كمان. أنا أضفت ألوان جريئة جديدة على اللاين، حاجات كل بنت تتمنى إنه تبقى موجودة جوه الباليت بتاعتها، وخرجت شوية من البيزكس بتاع الألوان، يعني دلوقتي ممكن نلاقي روج ألاف ألوانات أصفر، ممكن أزرق، ممكن حاجات كتير غير المألوفة اللي إحنا متعودين عليها. I think this is one of the best ideas موجودة في المشروع ده. ده غير حاجات كتير تانية في الباليتس. ودايما البنات تكسب. ده أكيد.